أيها الإخوة الكرام، سيد الخلق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً. هي الثانية. الثالثة، قل إني أخاف وهو سيد الخلق إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، أو ضراً ولا نفعاً، يخاف عذاب يوم عظيم ليس لا يعلم الغيب. هذا مقام سيد الأنبياء والمرسلين. فأي إنسان بلمحلك، ببلغك، بيقلك سيأتيك كذا وقدامك دفعة كبيرة، هذا كلام ضعه تحت قدميك، لا يعلم الغيب إلا الله. لذلك من أتى عرافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد.